أسعد الله أوقاتكم متابعي قناة درو وأبدع. كيف حالكم أصدقائي؟ في فيديو اليوم راح نقوم برسم شخصية كايتو من أنمي هانتا هانتا. طبعا شخصية كايتو من منا لا يعرفها؟ وينكم يا جماعة هانتر؟ تعالوا تفضلوا، أهلا وسهلا فيكم. هذا الفيديو يصنف لفئة مبتدئين، يعني إذا أنت كنت بتحب الرسم بدك تمسك القلم لأول مرة بدك ترسم، هذا الفيديو عزيزي رح يفيدك. بداية زي ما انتو شايفين، طبعا هي بناء على الطلب اللي طلبها المذكور عنا في الفيديو، مش عارف شو اسمه بالضبط. أهلا وسهلا فيك ويسعدني تفاعلك. طبعا طلبها قبل فترة زمنية وجيزة، فهينا بلشنا. رح أقوم الآن برسم العين اليمنى. طبعا بداية قمت برسم خط الأولي اللي هو كالعادة برسمه في أي فيديو، وبعدين بقوم بتركيب العيون بهذا الشكل. طبعا الخط اللي حطيته فوق العيون اللي هو خط القبعة اللي لبسها، طبعا بعدلها بهذا الشكل مشان العيون يكونوا ضابطين معاي 100%. بنحدد مسافة العيون، أهم شي بعد مسافة العيون عن بعض زي ما انتو شايفين بهذا الشكل. العيون الاستوديو الصراحة مش تعبان فيها، لكن تعب في النسخة القديمة الصراحة، لكن النسخة الجديدة حاسسها كثير مخففين منه أشياء، اللي هو من ناحية التفاصيل الألوان بتحسه كله فاتح، فش فيه تفاصيل كثير، لكن شخصية تعني للبعض الكثير. طبعا أولنا جون فريكس طبعا اللي هو بطل أنمي هانتر إكس هانتر، اللي هي هاي الشخصية اللي كانت سبب التحول اللي كلنا انبهرنا فيه لجون، اللي هو السبب شدة تأثره في كايتو. زي ما انتم شايفين أثناء الحديث قمت برسم الأنف والفم بالطول، قمت برسم مد خصل الشعر للأسفل، الآن برفع اللي هو حد القبعة، النسبة البسيطة هاي القبعة هيك زي بتكون زي قبعة الرسامين. هي هو هيك ستايله، طبعا يختلف 180 درجة زي ما انتو شايفين بهذا الشكل. بحط خصل الشعر الأمامية بهذه الطريقة بين العيون، طبعا هن ثلاث خصل بهذا الشكل. اللي بدي أذكره بس بهاي الشخصية كايتو، طبعا هي ظهرت الحلقة الأولى في النسخة القديمة، إنه عكس النسخة الحديثة اللي ظهر في بداية آرك النمل طبعا. ومش حابب أحرك لعلى للي ما حضر أنمي هانتر إكس هانتر، ويا بخته يا نياله الصراحة اللي رح يحضره ويتابعه للآن، يعني رح يحس في المتعة لكن رح يندم في نهاية الانمي، لانه الانمي بذات نفسه او المانجا بذات نفسها هي مانجا هانتر السيد دوكاشي ما كملنا اياه. احنا كبرنا هرمنا، ولكن لا يزال جون وكيل واطفال في قلوبنا، مع انهم المفروض يكبروا معنا، لكن احنا اللي كبرنا هم ظلوا زي ما هم بسبب تاخر دوكاشي في الانمي. يعني دراغون بول تكمل، كان جوجو صغير كبرنا، يعني كبر وكبرنا معه، يعني شيء طبيعي. فجون وكيل وتوقعت ان اشوفهم في يوم من الايام كبار، كبروا كانوا اطفال وكبروا، لكن لا يزالوا صغار. توقف الزمن في هذا الانمي، وهل سيعود انمي هانتر اكس هانتر في يوم من الايام؟ الله اعلم. زي ما انتم شايفين قمت برسم القبعة من الاعلى بهذا الشكل. طبعا بضبط الكاميرا عشان تكون صافية، أهم شيء تكون صافية، إذا ما بتكون صافية الفيديو كله بيخرب. تمام، الآن راح أقوم برسم اللي هو القبعة الكبة اللي لابسها، القبعة العلوية، إحنا الكبة العلوية ما بعرف شو بتقولوها بلهجتكم، بس إحنا بنقول عنها الكبة. بتكون واسعة شوي من الأعلى بهذا الشكل. بتوقع مرق على جون وكيليا من أصعب الاختبارات اللي هي اختبارات الصيادين، اللي هي الاختبارات الحقيقية اللي كانت مع كايتو. بيسكي كانت تمرنهم، لكن كايتو دخلهم في هذا الإشي، مع أنه هو ما كان حاب يدخلهم لمدى خطورة هذا الشيء.
سبب اللي صار في قايتو وسبب قتاله أنمي في بيتو في آرك النمل هو ستكوني فقط دفاعا عن جون وكيلوا كونهم أجمعوا مشان يلهيها. لو هربوا الثلاثة يمكن قتلتهم الثلاثة، لكن هو استقر مكانه دفاعا عن جون. فجون يعني لما استشعر هذا الإشي اللي نابع من قايتو أثار غضبه يعني بشكل، يعني أول مرة أنا لما شفت المشهد قشعرت الصراحة، يعني جون جون معقول هيك فجأة نسبة التحول؟ فخطر عبالي أحد الأشخاص قال له في آرك العناكب أنت أخطر إشي فيك إنك طيب، يعني قالها في ذهنه، يعني هذا الطيب فتى نقي لكن هذا الشيء رح يكون خطر عليه. ما كنت بعرف شو قصده، لكن اتوضح بالنهاية قصده اللي هو نسبة من كثر ما هو طيب وبعزله شخص رح تصير فيه من داخله نسبة تحول كبيرة. تمام، وصلت طبعا لمرحلة التخطيط هذا الشكل. زي ما انتو شايفين بخططه تخطيط خفيف، احيانا بكون بمسح الرصاص اذا بكون غامق لانه التخطيط ما بيزبط على رصاص. تمام، الان سوف ننتقل لمرحلة التلوين. كيف هو سهل بالرسم تماما بالضبط بالتلوين كمان سهل. ليش بستخدم احيانا طباشير الباستيل للوجه؟ اولا لانه الكراسة الرسم كبيرة قدامي بتوفر علي مجهود ووقت كثير كبير، بشطب زي ما انتو شايفين بهذا الشكل وبعدين بمسح في صباعي. من أفضل الطباشير الباستيل اللي أنا بستخدمها هي فابر كاستيل، يعني كديش قدامي بشوف باستيل يعني أزيد إشي زي ما انتو شايفين هيك. طلع شوفوا شوفوا مدى مرونة هذا اللون، بيمشي معك زي ما بدك. لكن إذا كنتوا بدكم تستخدموا الباستيل يفضل إنكم تمسحوا الرصاص، يعني امسحوا الرصاص قبل التخطيط. أنا طبعا ما ظهرت في الفيديو أني مسحت الرصاص، لكن وقفت الفيديو ومسحته اللي أسفل التخطيط، مهم جدا لأنه إذا بتمسحوهوش اللون الرصاصي بيشحبر مع الباستيل أثناء المسح. زي ما انتم شايفين بشرته بيضاء، وقمت باستخدام اللون البني المحروق بشكل مخفف لعمل الظلال أسفل العيون وأسفل الفم وعند الرقبة وكمان الأذنين زي ما انتو شايفين بهذا الشكل. الآن بقوم باستخدام اللون الباستيل أيضا السكني وبمسح في صباعي زي ما انتو شايفين بهذا الشكل. في البعض بيستخدم الماركر، في البعض الماركر يفضل اني استخدمه اذا كانت مساحة الكراس صغيرة، يعني اذا بهذا الحجم استخدم ماركر فرح يوكل اللون رح ينشف مني، بالعربي اللون رح ينشف مني، بالاضافة انه الورق لا يساعد بيساعدش في هذا الاشي، لا يساعد ابدا. بقوم الان بمد ايضا بعض الالوان السكنية على الشعر، شعره ابيض طبعا هو لكن هذا ظلال. بهذه الطريقة يعني أنا مش كمان زي ما أنا شايفه بالصورة، زي ما أنا براسي يعني هيك بعمل له زي لماع على الشعر. بستخدم اللون الأزرق لتلوين كافة القبعة بهذا الشكل، حطيت اللون الأبيض كمان لأنه ما أعجبني، مشان أثكل اللون أخلي دسم زي ما أنتوا شايفين هيك لون صافي ومرتب وحلو. وبعدين بستخدم اللون الأزرق الغامق لعمل الظلال كله بطباشير، ببين خربشات بس أمسح أصباعي. شوفوا سحر جمال هاي الألوان بهذا الشكل. بضيف كمان ألوان غامقة لعدة نواحي وجوانب وبرشها في رشاش الباستيل بعد ما نشف. طبعا في لمعة انتو شايفين على اللون لكن هو ناشف هاي اللمعة، لكن هاي اللمعة هي طبقة تحمي الباستيل، يعني مشان إذا لا سمح الله طبط ايدي فيه وطبعت ذي الكراس لا خلص هيك بتضمنه 100%. هسا ممنوع اني احط فوقه اشي لانه زي ما شايفين طبقة لماعة، لكن انا بشايفها قدام انها منيحة، لكن لانه انا حاطط اضاءة في الكاميرا بينت بتلمع على الطبيعة كثير حلوة. طبعا قمت بعمل التخطيطات النهائية زي ما انتم شايفين في الصورة، وهذه النتيجة النهائية لرسمة قايتو، ولا أسهل ولا أحلى ولا أبسط، وياريت كل رسومات القناة اللي بتطلبوها مني تكون بهالسهولة هذه، حرام منيحة للمبتدئين برضو.
فكثرة التفاصيل في الصورة كثير بتصعب على المبتدئين اللي أول مرة بيحملوا قلم وبدهم يرسموا زي ما أنتوا شايفين. بس أنا حركت الكراس عشان أفرجيكم إنه قديش المادة هاي لماعة على اللون، لكن وقفوا في زاوية ثانية بتلاقوها عادي اللماع يعني بروح. ما تنسوا توقيعكم الفني. طبعا أنا نسيت أحط حرف الأي جنب الإتش زي ما أنتوا شايفين تخربطت، فبحط الأي في الأسفل لتوقيعي طبعا، فشيء طبيعي كان يعني جنبي فوضى. وهيك وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى أن نال إعجابكم. ما تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناة درو وأبتعياتكم كل ما هو جديد، والضغط على زر الجرس. الجرس هو سلام.